لا شك اليوم ان وقف احسان والبرامج والمشاريع اليوم تتكئ على ترسانة تقنية من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وبتكامل مع الجهات ذات العلاقة التي تقدم للمنصة خدمة عظيمة في توفير البيانات وتكامل الجهود للوصول إلى المستفيدين وتحقيق كفاءة أعلى للتبرعات. والحمد لله اليوم تجاوزنا 100 مليون و8 ملايين عملية تبرع، هي الحقيقة تعكس الموثوقية والحقيقة الشكر للمحسنين الذين أدخلوا السرور والبهجة على 4 ملايين و800 ألف مستفيد.